بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أشكر جميع القائمين على هذه المبادرة الجميلة، مبادرة اللي تعطي انطباع جيد وجميل للكرة الإماراتية، والشكر موصول لمنصة سبورت فور اللي دومها اتفاجئنا بكل سنة عن سنة بأشياء جميلة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع اللاعبين والحراس. اليوم إذا فاز علي خصيف أنا أشوف أنه جميع الحراس فايزين اليوم، وصولنا احنا لهذه مش يعني توصل انت من ضمن هالحراس ما اظني في خاسر، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع اللاعبين ولفريق الجزيره ان شاء الله الموسم هذا باذن الله.